السلام عليكم أعزائي الصف السادس الإعدادي. إن شاء الله اليوم راح نتناول مجموعة من الأسئلة المتنوعة حول القطعة الأولى الخاصة باليونت 1. عندنا نمبر 1، Where was the Tark spending؟ أين كان زي طارق يقضي his time وقته؟ During that calm morning، خلال ذلك الصباح الهادئ. فالإجابة In the beautiful seaside town، في المدينة الساحلية الجميلة لشرم الشيخ، شرم الشيخ إيجبت في مصر. زين، نمبر 2، How old، طبعا راح نحددها بالأحمر هاي الإجابة. عندنا نمبر 2، How old was the Tark، يعني ايش قد كان عمره تلك الأحداث. He was 20 year old، كان عمره 20 سنة. زين، نمبر 3، Where was the Tark floating peacefully؟ أين كان يطفو على سطح الماء بأمان بسلام؟ يعني كان يطفو 150 متر 150 meters from the shore، من الشاطئ. زين، سؤال آخر، What does the Tark feel؟ بماذا شعر زي طارق؟ He felt something، إنه شعر بشيء ما. Push him، يدفعه. زين، Number 5، How far، كم المسافة was the Tark floating peacefully from the shore، اللي المسافة اللي كانت تفصله عن الشاطئ ايش قد كانت. نقول 150 meters، 150 متر. زين، نجي على Number 6، Did the Tark know، هل كان يعلم يعرف. What was pushing، شنو كان يدفعه. While he was floating، بينما هو كان يطفو على سطح الماء. نقول no he didn't، فالإجابة ما كان يعرف شنو القاعد يدفعه، يعني هو اعتقد انه قطعة من الخشب. زين، What did the Tark think، ماذا اعتقد زي طارق. When he felt، عندما شعر. Something push him، عندما شعر شيء ما شنو دي دفعه. نقول he thought، انه اعتقد. Perhaps، ربما. His airbed، يعني هذا الفراش الهوائي. Hit a piece of wood، اصطدم بقطعة من الخشب. زين، Number 8، What was the Tark trying to do، شنو كان يحاول ان يفعل يعمل. When the shark bit his arm، عندما سمكة القرش عضت ذراعه. He was trying to swim away، حاول أن يسبح بعيدا. Number 9، When the shark، عندما سمكة القرش bit his arm، يعني عضت ذراعه. Tark was، تلك الأثناء شنو كان. Losing a lot of blood، كان يفقد شنو كثيرا من الدم. بعد، And he thought he was، انه اعتقد انه على وشك. He was about to die، على وشك ان يموت. شنو سوى بهالاثناء ايضا. Screamed، صرخ. As loud as he could، يعني قام يصرخ بكل قوته. زين، وهاي احنا اللهجة مالتنا. Number 10، The Tark was praying، كان يصلي. المن، to God، الى الله. شن الغرض من عدة. To save him، لينقذه. From the shark، من سمكة القرش. إن شاء الله بعد هذا الفاصل راح نكمل باقي الأسئلة. الآن نكمل باقي الأسئلة. عندنا نمبر 11، What saved the Tark، شن الشيء اللي أنقذ the Tark. مو هو معناها من، هنا الشيء يعني الغير عاقل. نقول some dolphins، هي كانت at least 6 dolphins. Some dolphins swam up، معناها سبحت باتجاهه وسبحت إلى الأعلى. And frightened، وأخافت. The shark away، وأخافت القرش يعني سمكة القرش، وجعلتها شنو تذهب بعيدا. زين، عندنا هذه الإجابة. زين، عندنا نمبر 12، Who rescued or saved، rescued معناها شنو ينقذ، وsaved أيضا. The Tark يعني الشخص. نقول the coast guard، معناها خفر السواحل اللي اسمه جميل العلوي. did، فعل هذا الشيء، يعني قام بإنقاذ زي طارق. هاي الإجابة. زين، بعد شنو عندنا. عندنا how many dolphins، كم عدد الدلافين. were there، كانت هناك، يعني كم دولفين اللي أنقذ زي طارق. there were at least، كانت هناك على الأقل. 6 dolphins، كان على الأقل هناك 6 دلافين. زين، What did the dolphins make؟ هذه الدلافين شنو صنعت حتى تنقذ شنو زي طارق من القرش. They made، هذه الدلافين صنعت
a circle دائرة around him منه يعني زي طارق. زين number 15 رقم 15 could the shark هل استطاعت سمكة القرش get near أن تصبح قريبة من near him من زي طارق when the dolphins عندما الدلافين made a circle صنعت دائرة حوله around him. الإجابة نقول no it couldn't لم تستطع بعد أن تكون قريبة من زي طارق بعدما عملت الدلافين دائرة حوله. زين number 16 who heard Tark's screams من سمع صرخات طارق and rescued him وأنقذه. نقول the coast guard خفر السواحل جميل الألاوي did فعل هذا. زين بعد How did the Coast Guard rescue Tarek أو زي Tarek شون أنقذه؟ أنقذه by boat عن طريق القارب. زين Who called من اتصل the emergency services بخدمات شنو الطوارئ while جميل العلوي بينما كان جميل العلوي was giving Tarek شنو كان يعطي the first aid الإسعافات الأولية on the boat. الإجابة أحمد المصري. زين number 19 what was waiting for Tarek ماذا كان ينتظر طارق on the shore على الشاطئ an ambulance سيارة الإسعاف. زين number 20 where was Tarek immediately taken أين أخذ زي طارق فورا حالا to the hospital. الإجابة أخذوا علما to the hospital when at Sharm el-Sheikh. زين Number 21. What does Zay Tarek consider that day? ماذا اعتبر زي طارق ذلك اليوم؟ نقول the most يعني نقدر نجاوب هيك. Zay Tarek considered that day the most frightening يعني أكثر يوم مخيف. Most يعني الأكثر frightening مخيف day يوم of his life من حياته. فهذه الإجابة. زين. عندنا number 22 what did Tarek tell the reporters ماذا أخبر طارق زي طارق المراسلين from the hospital bed من فراش المستشفى شنو قال لهم قال لهم a shark قرش wanted أرادت to have him أن تتناوله for breakfast كفطور يعني وجبة فطور but the dolphins saved him لكن شنو الدلافين أنقذته. إن شاء الله لهنا كملنا أسئلة منوعة بالإضافة إلى تمارين الكراسة والأسئلة الوزارية فصار عندي كم هائل من الأسئلة والفراغات أقدر أجاوب على أي سؤال خاص بهذه القطعة في الامتحان الوزاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة